مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. تحتفل الأمم المتحدة في 15 من مايو من كل عام باليوم العالمي للأسرة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993. ويهدف هذا اليوم لتسليط الضوء على أهمية الأسرة في المجتمع ودورها في بنائه. وفي مصر تعاني كثير من الأسر المصرية من مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية تصاعدت مؤخرا. بعض من أحوال الأسرة المصرية في التقرير التالي: العنف الأسري وازدياد معدلات الطلاق والمشاكل الاقتصادية من أهم التحديات والمشاكل التي تعاني منها الأسرة المصرية. فقد أكدت إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في ديسمبر عام 2014 أن جرائم العنف الأسري ارتفعت خلال عام واحد إلى 1,500,000 جريمة، وتشمل جرائم الشرف وجرائم لأفراد الأسرة ضد بعضهم البعض والعنف ضد المرأة والطفل. المشاكل الاقتصادية تلعب دورا كبيرا في هذه الجرائم، يقدر بنسبة 60% من إجمالي جرائم العنف الأسري بحسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. البطالة أحد عناصر هذه المشكلات الاقتصادية، فبحسب البنك الدولي تجاوز معدل البطالة في مصر 25%، فيما تصل معدلات الفقر إلى نحو 40% من إجمالي السكان بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التعليم أيضا يشكل عاملا اقتصاديا ضاغطا على الأسرة المصرية التي تنفق 42% من دخلها تقريبا على الدروس الخصوصية بحسب منظمة اليونيسف. هذه النفقات تسبب مشكلة أخرى، وهي تسرب الأطفال من التعليم. وتشير تقديرات إلى ارتفاع نسبة الطلاق خاصة بين الشباب مؤخرا، فخلال 50 عاما الماضية ارتفعت هذه النسبة من 7% إلى 40%، فيما تلعب العوامل الاقتصادية دورا في هذا، إضافة للتغييرات الاجتماعية التي مر بها المجتمع المصري. وعلى الرغم من التشريعات الموجودة بالفعل والخاصة بالأحوال الشخصية، فإن كثيرا من الحقوقيين يطالبون بإدخال تعديلات من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية. ومعنا من القاهرة على الهاتف الدكتورة سوسن فايد، مستشار علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. مرحبا بك دكتورة سوسن. أهلا بيكي فندم. دكتورة سوسن، إذا بدأنا بمسألة العنف الأسري، ما الأسباب الشائعة وراء انتشار مسألة العنف الأسري سواء كانت ضحية طفل أو امرأة؟ والله الأسباب، أنا يعني أعرف إن حضرتك دلوقتي عرفت تقرير تنوعت فيه الأسباب، ولكن عايزة أقول لحضرتك هي في الحقيقة مجموعة أسباب بتتفاعل مع بعض ما بترجعش لسبب واحد. بس أنا في تقديري إن أهم سبب فيها هو عدم تأهيل الأسرة لكيفية التربية السليمة، أساليب التربية السليمة، بمعنى إنه الآباء والأمهات أحياناً كثيرة نتيجة عنف البيئة عليهم بيكونوا أكثر عصبية، وبيترتب على ذلك إن هم بيبتدوا يعنفوا أولادهم ويعاقبوهم عقاب شديد جداً، يتولد عنه إنه الأولاد نفسها بتتعلم العنف بشكل غير تلقيني، يعني عملي، فبيبقى مردوده ان هو نفسه ينتهج نفس سلوك الاباء. يعني في تسامح اجتماعي مع فكره العنف ضد، يعني ضرب الطفل مثلا باي نوع من الضرب او ضرب مبرح او الاعتداء على الزوجه، في تسامح اجتماعي مع هذه الظاهره، مش كده برضه؟ يعني ايه تسامح اجتماعي؟ يعني لو حصل مثلا لحد راح اسم البوليس بيقول والله انا بابايا ضربني ضرب جامد بالحزام، او راح اشتكى لحد في المدرسه، لا يتم التعامل معاه كاي اعتداء اخر. يعني هي الفكره يا فندم مش ان هو يشتكي وياخد حقه، الفكره ان هو بيعيش حاله من التعنيف والعنف بجهل الاباء والامهات في اساليب التربيه السليمه. وناهيك عن ان في المدارس برضه المدرسين بيقوموا بنفس المنهج، منهج التعنيف والضرب والعقاب الشديد، واحيانا بيبقى عقاب غير مبرر. فهو بيلاقي نفسه قدام الاعلام بيشوف طول الوقت برضه مشاهد من العنف والعنف الشديد، سواء في الدراما سواء في الصور اللي بنشوفها الاخباريه، فهو بتلاقي نفسه محطوط في مناخ من العنف في جميع المجالات، في المدرسه، في البيت، امام الاعلام. ده بيخليه بيحس ان هو ده الاسلوب، او هو ده منهج الحياه، او هو ده اسلوب التعامل. فمن هنا المفروض في تقديري يعني يكون في تأهيل للآباء والأمهات لكيفية التربية السليمة،
يبقى فيها اعتدال، يبقى فاهم العقاب ده مردوده، يفهم امتى ويكون درجة العقاب تساوي درجة الضرر اللي هو بيقوم به الطفل. طب مسألة البعد البعد الاقتصادي يا دكتورة، إلى أي مدى يلعب البعد الاقتصادي دورا في مشاكل الأسرة المصرية؟ هو طبعا له دور ولكن بدرجة، يعني هو من أسباب عنف البيئة على الآباء والأمهات، إنهم بيبقى عليهم ضغوط بيأثر في إن الآباء والأمهات بيبقى لهم أدوار أخرى، بحيث إنه مبقاش في رعاية للأبناء، بيبقى ما فيش تراكم عاطفي ما بين الطفل وأبوه ولا حتى أمه لأنها تعددت أدوارها. فمن هنا بيحس بانه ان الطفل في جفاء، مفيش عطف، مفيش استواء، مفيش احتضان، من هنا بيبقى عنده نوع من الجفاف العاطفي وبيبقى مهيئ للعنف مع المناخ اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. بينعكس سلبا طبعا على شخصيته في المستقبل وكده. اشكرك شكرا جزيلا. اقصد بينعكس سلبا على شخصيه الطفل في المستقبل. بالتاكيد كل ده مناخ مهيئ. تمام، اشكرك شكرا جزيلا دكتوره سوسن فايد، مستشار علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، كنت معنا من القاهره. ومعنا ايضا عبر الهاتف من القاهره دكتوره سحر طلعت، مدير مركز تواصل للتدريب والاستشارات سابقا. مرحبا بك دكتوره سحر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. لما كنا بنتكلم مع دكتوره سوسن دلوقتي تحدثت عن مساله تاهيل الاسره والتربيه وكده، في بعض الدول زي ماليزيا مثلا لجأت لحل هذه المشكله بدورات الزاميه للزوجين قبل اقرار عقد الزواج في مسائل الزواج والعلاقه وكده، يعني من اجل تاهيلهم للحياه. هل حضرتك شايفه انه مثل هذه الدورات مناسبه للبيئه المصريه كحل لمشاكل الاسره؟ أنا شايفة أنه ممكن نبقى في احتياج لما هو أعمق من هذه الدورات. إحنا مش محتاجين بس مجرد أن إحنا ندي معلومات، ولكن إحنا محتاجين شغل أكثر عمقا، لأنه المشاكل اللي موجودة في البيوت واللي بتأثر على العلاقات الزوجية وبتأثر على الأبناء شديدة العمق، شديدة التعقيد، وبتنتج عن أصلا مشكلات نفسية عند الآباء والأمهات، وبينعكس تأثيرها نتيجة يعني نتاج تربية هم وبينعكس تأثيرها على الأبناء، وكأننا بندور في حلقة مفرغة من عدم يعني من غياب السواء النفسي إلا من رحم ربي. طب من أين نبدأ بقى في بصفة حضرتك يعني مستشارة في المسائل الأسرية والاجتماعية، من أين يبدأ إصلاح هذا الوضع؟ يعني اعتقد ان هو يعني الافضل ان احنا ما نتكلمش على دورات فقط، ولكن نتكلم زي ما في فحوصات للتاكد من السواء الجسدي، فلابد ان تكون هناك فحوصات للتاكد من السواء النفسي. السواء النفسي للاب والام او للزوج والزوجه قبل الزواج؟ للزوج والزوجه. زوج والزوجه قبل الزواج، تمام. قبل طيب. الزواج. وإذا احتاجوا لشغل على يعني لعلاج نفسي يحدث ده قبل إتمام الزواج. تمام، ابقي معنا دكتورة سحر. استطلعنا آراء الشارع المصري حول رأيه في عن أبرز المشكلات التي تواجه الأسرة المصرية، نشاهد معا بعض من هذه الآراء. أعتقد أهم تحدي بيواجه أي بيت مصري حاليا الدخل، انخفاض الدخل مع ارتفاع الاسعار. هو بالنسبه للدخل بصراحه الناس ظروفها وحشه قوي، يعني الناس دخلها ما فيش دخل، في بطاله كتير وفي اللي دخله قليل، مستوى المعيشه يعني العيشه بقت غاليه. لازم يكون في تعيينات، ولازم يكون في فتره الصيف دي، انا بقترح ان فتره الصيف دي لازم الانسان اللي هم الطلبه دول يتعلموا ان هم يشتغلوا. انا شايف ان الدوله في حاجات كتير جدا هي عينيها مش عليها، يعني فين هي من الصحه؟ انت روحي اي مستشفى من مستشفيات الحكومه دي ما فيش اي اهتمام باي مواطن. التوزيع العادل للثروه نمره واحد، نمره اثنين اتاحه الفرص للجميع، زي ما اتاحت بيتيحوا الفرص للاستثماريين ورجال الاعمال الكبار في تخصيص اراضي في اللي هي المقاولات، يعني برضه يتيحوا الفرص للشباب والمشروعات الصغيره. بالعودة للدكتورة سحر معنا عبر الهاتف من القاهرة. دكتورة سحر، يعني مفهوم الأسرة هل لازال يحتفظ بمكانته وتحديدا في الريف المصري والعائلات والقبائل البدوية، ولا تأثر أيضا؟
يعني من المؤكد ان هو حدث تأثير. يعني احنا كنا بنتكلم قبل كده عن الأسرة الممتدة اللي فيها ممكن الجدود والخلان والأعمام متواجدين، فحتى لو في غياب سواء غياب حقيقي أو غياب معنوي للأب أو الأم، أو سواء يعني لو كانوا مش موجودين أو كانوا مش موجودين بسبب مشاكلهم النفسية، فكان في من يعوض الأبناء. دلوقتي احنا بقينا في وضع مختلف، ضغوطات شديدة جدا، انتقلنا للأسرة النووية، بقى الأب والأم والأبناء. الأب والأم عليهم جايين أصلا مكبلين بمشاكلهم، جايين بعقدهم، عليهم ضغوطات شديدة، وفي نفس الوقت مطالبين بأن هم يراعوا أطفال هم ما حدش أهلهم أن هم يعملوا ده. طيب احنا في مستحدثات جديده في الحياه زي ما حضرتك عارفه، زي وسائل التواصل الاجتماعي، والناس ابتدت تقضي وقت كبير جدا مثل هذه الوسائل التي دخلت الى حياه الناس ومنها الاسره. حضرتك شايفه ان دورها الحالي في الاسره المصريه سلبي ولا ايجابي؟ ده دورها سلبي طبعا. سلبي 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 الا يعني سلبي الا اذا استطعنا ان نتعامل معها بطريقه اخرى. لا دورها سلبي، بدليل انه يعني احنا حتى كلنا بلا استثناء بتلاقينا قاعدين في البيت كل واحد ماسك جهازه وبيتواصل مع ناس تاني. يعني هي ممكن تكون اثرت على الاسره، وممكن تكون اتاحت علاقات واسعه خارج نطاق الاسره، بس هي دورها على الاسره سلبي. طب يعني نقدر نلوم مثلا مثل هذه الوسائل حول زيادة مثلا معدلات الطلاق إلى آخره، ولا هذه مبالغة؟ مش لوحدها طبعا. تمام. نمط الحياة يا دكتورة سحر اللي موجود الآن، هل نستطيع أن نلقي عليه باللوم؟ يعني نمط الحياة، الريتم، العمل، طبيعة العلاقة بين الناس، هل نمط الحياة يساعد الأسرة على أن تكون أسرة جيدة متماسكة، ولا هو ضد هذا الأمر؟ لا هو ضد هذا الأمر، إلا اللي واخد باله قوي وبيجتهد إنه يعمل عكس ما تضغط به الحياة. يعني نمط الحياة السريع، الانفتاح على كل ما هو جديد، الانفتاح على العلاقات الشديدة. يعني دلوقتي أصبح مثلا الخيانة ميسرة جدا. يعني جدودنا أبهاتنا ما كانش سهل عليهم إن هم يخونوا، لأنه في النهاية هو علشان يخون لازم يروح بيت حد، بيت واحدة تانية، وده غير متسق مع السياق ومش هيقدر يعمله، في ضغط اجتماعي يمنعه من ده. إنما النهاردة ضغط الزر وممكن يتكلم مع أي واحدة في أي مكان من العالم يمكن ما تعرفوش، بس هو بيخون أو هي بتخون. فسهلت مثل هذه الممارسات غير السليمة. على العموم أشكرك شكرا جزيلا دكتورة سحر طلعت، مدير مركز تواصل للتدريب والاستشارات سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلقاكم يوم الأحد المقبل مرة أخرى في لقاء يتجدد بتوقيت مصر. في أمان الله.